أبونا عبد الله يوليو الذي شاركنا حتى صلوات الجمعة في الخان الأحمر، ولرفاقنا ولمناضلينا ولمناضلتنا، وتحية لكنا جميعا. ونحن وأنا أتشرف أن أكون في هذا الحفل في اليوم العالمي للمرأة وفي الاحتفال في المرأة الفلسطينية بالشراكة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية. أرحب بكنا جميعا واحدة واحدة، وأتشرف بوجودي معكن هذا اليوم، وأعتقد أن كنا سبب الانتصار. إذا كنا سننتصر، لن ننتصر بدون المرأة الفلسطينية. في الخان الأحمر خضنا صراع مع أهلنا البدو وحبايبنا إلى أن اتفقنا، بس احنا تحايلنا عليهم عشان نتفق. ودينا الماجدات الفلسطينية اللي من الهيئة، التقين مع الماجدات اللي من الخيم، واتفقنا مع بعضهم انه يحرضن الرجال يتفقوا معنا، فاتفقنا احنا مع بعض. اول مرة بصرح في هذه المعلومة. هذا سر من الاسرار كيف قامت المرأة المناضلة بترسيخ الوحدة والتفاهم حتى استطعنا أن نخوض معركة الخان الأحمر. وإذا شفتوا في اليوم الأول سارة أبو داهوك وهي تواجه الاحتلال، ولنساء الخان الأحمر كل التحية، وأيضا لنساء المقاومة الشعبية ونساء هيئة مقاومة جدار الإسلام اللواتي خضن هذه المعركة أيضا. ولكن كان معنا نساء نمنا كأخوات للرجال على مدار 6 شهور، تركنا بيوتهن وأطفالهن. هذه النساء ضحينا 10 أضعاف من تضحيات الرجال. هذه النماذج أتحدث عنها، وأنا فخور بكنا جميعا وفخور بمساهمة المرأة التي كانت ليست سندا للرجل في هذه المعركة، بل كانت أمام الرجل في هذه المعركة. فنحن نتشرف بك ونقول كل عام وأنتم بخير، كل عام والمرأة الفلسطينية بخير، كل عام والمرأة تحقق مزيدا من الإنجازات إن شاء الله، والمجتمع الفلسطيني سينتصر عندما تكون للمرأة كلمتها وحقها كاملا. وأول هذه الحقوق هو حقها في التعليم وحقها في العمل بالمساواة مع الرجل تماما، وحقها في القانون أمام مثلها مثل الرجل تماما. ولكن المرأة الفلسطينية منذ انطلاقة الثورة شهيدة وراء شهيدة وأسيرة وراء أسيرة. تحية لأهالي شهدائنا والرحمة لشهيداتنا، وتحية لأسيراتنا المناضلات في سجون الاحتلال. اليوم احنا في الهيئة جيت أنا على الهيئة، كان عدد الموظفات قليل، ولكن كان عندنا مدير واحد في الهيئة عشان نكرم الأقوال بالأفعال. اليوم عندنا على الأقل 12 مديرة في الهيئة، كان عندنا مديرة واحدة. خلال 4 سنوات صار عندنا 12 مديرة نساء في الهيئة، والحبل على الجرار، ويمكن يسلم أكثر وأكثر إن شاء الله ويكون راعمين خلال السنة الحالية لما يطبق الهيكل الجديد. إحنا لما نكون نعطي المرأة حقها إن نعطي المرأة حقهم، ولما الآن لما بنكون بدنا نطلق لأول مرة هيئة مقاومة جدار الإسلام ستطلق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ستطلق استراتيجيتها للمرأة الفلسطينية في مناطق جيم بشكل خاص، وهذه الاستراتيجية ستكون معنية بتوفير كامل احتياجات المرأة في مناطق جيم، من التعليم اللي تم بناء 15 مدرسة التحدي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، إلى توفير المسكن والعمل والحق في التعليم الجامعي. وأنا بحكي لكم يا أخوات الحكي بجد، أنا مش شاطر في الشعارات، بس كل النساء في المناطق المهمشة مناطق جيم نقدم لهن أقساط جامعية بالإعفاء كامل. كل النساء، كل الفتيات، هذا التزام، ونحن مستعدين بالتعاون مع اتحاد عام للمرأة أن نقوم باستراتيجيتنا. طبعا هذا الحكي مش أنا من عندي بألفه، بإقرار مجلس الوزراء سنقوم
تقوم بتوفير تدريب مهني لكل امرأة في احتياجاتها. شو بدها تشتغل في أي تجمع؟ شو اللي بتحتاجه عشان تصير مؤهل للعمل؟ احنا مستعدين نوفر لها تأهيل مهما كلف هذا التأهيل. احنا بنحكي كمان للمرأة الفلسطينية في يوم اطلاق في اليوم العالمي للمرأة، إذا الهيئة إن شاء الله سنحتفل معكم بإطلاق هذه الاسترجاع خلال الأيام القادمة التي أعددناها لأول مرة بكل الاسترجاع، ولكن قبل ما يكون استراتيجية إحنا قدمنا الأفعال على الأقوال، يعني اشتغلنا مع المرأة بشكل كامل، وفرنا تأمين صحي لكل النساء في مناطق جين، 2000 تأمين صحي مجانا ما بين الهيئة ووزارة الصحة وبموافقة